طيب لو قلنا، لو احنا بنتكلم عن الخيانة بشكل عام، وبنقول انها حاجة بتوجع جدا ومؤلمة وليها اضطراب ما بعد الصدمة، ومش كل الناس بتقدر تتعافى منها. تتعافى منها حتى لو بيتظاهروا بالعكس، يعني ده حقيقي. مين دايما بتبقى صدمته اكبر، الراجل ولا الست؟ الراجل. ليه بقى؟ عشان احنا مجتمع شرقي ولا عشان هو اتربى كده، وتربى انه فكرة الخيانة دي فكرة بعيدة جدا، والراجل على فكرة دايرة مشاعره قوية جدا، يعني الراجل لو اتخان اصعب بكتير من الست لو اتخانت. ليه؟ هل عشان فكرة الراجل عايز يخونه الست؟ لا 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 لا، مش كده. تركيبته العاطفية نفسها صعبة، فكرة الايجو بتاع الراجل ان انا اتعرض للخيانة. بصي الموضوع مؤلم سواء ست او راجل، انا بقولك الراجل بيبقى وجعه اقوى واصعب، ولكن الموضوع مؤلم. انت تخيلي احنا بنتكلم لو اتنين متجوزين، لو اتنين مخطوبين او اتنين مرتبطين، فكرة العهد نفسه كسره ان انا الشخص ده بيمثل لي الامان في حياتي، يعني الزوجة بتمثل الامان لزوجها والزوج بيمثل الامان لزوجته. فكرة الخيانة ان ممكن تبقى بتجيلك بتضربه اكتر في رجولته مثلا، من مصدر الامان. انت ده مصدرك للامان في الحياة. صح. ففكرة ان انا اتعرض للخيانة من اكتر حد انا ممكن اكون مش مستنية منه انه يغدر بيا او يعمل معايا حاجة مش كويسة، ده بيعمل ازمة نفسية وبتفضل عايشة جوه نفس الانسان فترة طويلة مش قليلة يعني. طب انا دلوقتي يعني لو بفكر كراجل هقول انا ما اتخنش، انا الايجو بتاعي اهم حاجة، انا ما حدش يعمل فيا كده، انا اخون بس ما اتخنش. ازاي ممكن نقول انه لا، في اسباب جوه العلاقة نفسها ممكن تؤدي للخيانة؟ يعني هل لو انت مثلا شخص بتبقى عنيف، شخص ما بتديش حب ما بتديش ايمان، هل انا بدفع الطرف اللي قدامي انه يخون ولا ده مش علاقة؟ بصي العلاقات بالذات انا بشوفها طردية، سواء بقى بتتكلمي في علم طاقة، سواء بتتكلمي في الحياة العادية، سواء بتتكلمي في الدين، سواء بتتكلمي في الفلك، العلاقات طاقة. انت طاقة وعلاقة طردية، يعني انا على قد ما بدي في العلاقة، على قد ما ببقى كويس وببذل مجهود، على قد ما ببقى بحمي الكيان ده، الكيان سواء أسرة او اتنين مرتبطين او اتنين مخطوبين او ايا كان، انا بحمي الكيان ده وبأمنه. وخدي بالك الامان دايما بيبدأ من الراجل، لانه الراجل وظيفته في حياة الست انه يحسسها بالامان. هو الست اهم حاجة عندها في الحياة هو الامان، الراجل اهم حاجة عنده في الحياة التقدير، هو عايز تقدير وهي عايزة امان. فكرة ان انا مكسرش ده وافضل ادي في العلاقة واحاول، طول ما الراجل بيخون او الست بتخون عمره ما هيقدر يقدر الشخص التاني، الشخص اللي في حياته، عمره ما هيقدر يديله الحب الكفاية، عمره ما هيدور يحل مشاكله او يساعده او يقف جنبه او يسنده، لان هو اوريدي في مساحة في حياته عاملة زي ايه، عاملة زي يعني مشوشة الموضوع كده على بعضه يعني. طب انا دلوقتي لو عايزة انا اشكر مثلا ان انا جوزي او خطيبي او الشخص اللي انا مرتبطة بيه بيخوني، وانا بتفرج على فقرة البوصلة وعايز اعرف هل ممكن من خريطتي الفلكية اعرف الشخص اللي مرتبطة بيه بيخوني ولا لا؟ ما احنا قلنا، يعني احنا قلنا كل شخص ليه خريطة تقدري تعرفي منها لو انت عرضة مثلا لده، او الشخص ده ممكن يعني يبقى اكتر من غيره، اكتر من غيره عرضة ان هو يبقى شوية خاين، ان هو بتاع ستات شوية، هي ست شوية بتحب اهتمام من كذا اتجاه يعني.